ربنا موجود. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم الثالث من شهر أمشير المبارك، أحسن الرب استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب. يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم تنيح القديس يعقوب الراهب. كان زاهدا في العالم، فسكن في مغارة 15 سنة، قد أجهد نفسه بالصوم والصلاة ولم يخرج من المغارة قط. فحسده الشيطان وأوعز إلى امرأة شريرة وأغرته أن يسقط في الخطية معها، فوعظها القديس وذكرها بالدينونة والعقاب، فتابت على يديه وعادت إلى المدينة وهي تشكر الله الذي أنعم عليها بالرجوع إلى طريق الحياة الأبدية. أراد الله أن يريحه من أتعاب هذا العالم الزائل، مرض قليلا ثم تنيح بسلام. بركة صلواتي فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا تنيح القديس هدرا الذي اشتهر بالفضيلة والتقوى، وأجرى الرب على يديه معجزات كثيرة. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. ربنا موجود.